فضل ترتب على الاستحواذ الكثير من المزايا الإيجابية، حيث أدى إلى دعم المركز المالي وكذلك كافة المؤشرات المالية الهامة، وتم خلال تحقيق أرباح قياسية وتاريخية، كما ساهم الاستحواذ على الأهلي المتحد البحريني بتعزيز القيمة السوقية لبيتك، واحتل المركز الأول بين كافة الشركات المدرجة في بورصة الكويت بما فيها البنوك الكويتية، وذلك بقيمة سوقية بلغت حوالي 11 مليار دينار كويتي. طيب، وما هي أبرز المؤشرات المالية التي ينبغي أن ننظر إليها في بيانات بيتك عن الربع الأول؟ بحمد الله استمر تحسن أداء المجموعة بشكل كبير خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام السابق، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة تفوق 133% ليصل إلى أكثر من 162 مليون دينار كويتي، وهي أعلى أرباح فصلية في تاريخ بيتك، وهي من ضمن مزايا الاستحواذ. وعليه بلغت ربحية السهم أكثر من 11 فلس وبنسبة نمو تجاوزت 67%. كذلك ارتفع صافي إيرادات التمويل إلى 226 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت تقريبا 42%. وأخيرا ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى أكثر من 251 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت تقريبا 70%، وهذا كله مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. لنترك الأهلي المتحد البحريني وأسألك عن أداء ذراعكم في تركيا، بيتك تركيا، كيف كان الأداء؟ فضل الله كان الأداء جيد على الرغم من ارتفاع التضخم وأثر المحاسبي، واستمرت مساهمة بيتك تركيا في النتائج عند مستويات جيدة. وأسألك أيضا عن نسبة التمويلات المتعثرة وحجم التغطيات. بالنسبة للتمويلات غير منتظمة للمجموعة بلغت حوالي 1.5% في نهاية الربع الأول من عام 2023، أما بالنسبة لتغطية الديون من المخصصات فبلغت حوالي 522% لبيتك الكويت، وحوالي 325% للمجموعة ككل. فيما يتعلق بالمخصصات فقد انخفضت خلال الربع الأول ولله الحمد من عام 2023 بحوالي 41.5% إذا ما قرنت بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت حوالي 24 مليون دينار كويتي، وهذه المخصصات طبعا تشمل التمويل والاستثمار ومخصصات إضافية احترازية. طب على ضوء نتائج الربع الأول التاريخية، هل نتوقع استمرارا في تحقيق أداء قوي في الأرباع التالية؟ استنادا على أداء الربع الأول إن شاء الله نطمح إلى أن يكون الأداء خلال السنة أداء إن شاء الله متميز وأداء إيجابي يرضي إن شاء الله مساهمينا ومودعينا، وإن شاء الله القادم أفضل. سياسة التخارجات، هل أنتم ما زلتم مستمرون فيها؟ نعم، كنا ولازلنا وإن شاء الله مستمرين في سياسة التخارجات من أصول غير استراتيجية، وهذا ضمن استراتيجية بيتك في التركيز على العمل المصرفي الأساسي وتحقيق الاستدامة في الأرباح. وبعد انتهاء الربع الأول من 2023، كيف هو معدل كفاية رأس المال بالنسبة لبيتك؟ معدل كفاية رأس المال لبيتك بلغ حوالي 17.5%، أي أكثر من الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وطبعا هذه النسبة تؤكد على متانة المركز المالي لبيتك.